كان بينافس مصر على ملف استضافه البطوله كانت برضو يعني احنا كان عندنا منافسه من اسيا من اليابان والصين. أوكي. لكن اليابان واخد كاس العالم للرجال والسيدات, فكان احنا عندنا الفرصه ان احنا ناخد مرحله تانية, وكان عندنا منافسه من التشيك و منافسه كبيره كان عندنا اكتر من ملف يعني منافس للملف المصري. لكن الحمد لله بتضافر كل الجهود الاتحاد الدولي لما لقى فيه دعم سياسي مع دعم من الاتحاد الافريقي مع دعم من اللجنه الاولمبيه المصريه والدوليه, الدنيا بقت ماشيه في سبورت للملف, بالاضافه للصرح الخيالي بتاعنا مجمع الصالات باستاد القاهره, بالاضافه لتوافر صالات تانية كتير في محافظات تانية كتير عندها القدره على استيعاب وتنظيم البطوله بشكل لائق. هي ان شاء الله غالبا هتتلعب في القاهره والاسماعيليه بشكل جيد ان شاء الله بامر الله, في ترتيبات في اكتر من بديل في اكتر من حته.